اهلا بكم متابعي قناة فروم روكو في نشرة اخبارية جديدة وهذا ابرز عنوانها هزة ارتدادية بمدينة رودانت شعر بها سكان المنطقة ولن الى لكن قبل البدء لا تنسوا وضع الاشتراك في القناة ويعجب بالفيديو سجلت مدينه تارودانت هزه زلزاليه ارتداديه صباح اليوم الاربعاء 27 شتنبر الجاري وافاد مصدر محلي ان الهزه الارتداديه شعر بها سكان المنطقه يذكر ان اقليم تارودانت من الاقاليم التي تضررت من الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب في الثامن من شتنبر الجاري